الموضوع اللي بنتكلم عليه بعد كده اللي هو السبيشاليزيشن والجنراليزيشن، هما اسلوبين عكسيين، الاثنين عكس بعض تمام، والاثنين بيؤدوا لي الغرض او بيوصلوا لي نفس النتيجه. ايه هي الفكره بتاعت الجنراليزيشن؟ الجنراليزيشن ان انا عندي في السيستم، انا بنيت السيستم بتاعي او بنيت الاي ار بتاعتي بمعنى ادق، خلاص وبعد ما بنيت الاي ار بتاعتي وكله تمام، لقيت نفسي ان انا عاوز اعمل في حاجات مشتركه، في حاجات عامه ما بين الايه، ما بين التو، ما بين الانتيتيز اللي عندي. فانا عندي مثلا في المثال اللي قدامي، انا عندي موتوسايكل مثلا، انا في شركه مثلا بيع مثلا عربيات وسيارات وعربيات نقل وموتوسيكلات وكلام زي كده. فانا في الشركه دي عندي، اما جينا بصينا، لان انا عندي موتوسايكل، عندي فيكال اي دي اللي هو رقم الموتوسايكل، عندي برايس، عندي سنه الصنع، عندي الموديل بتاعه، عندي الانجن ديسبليسمنت بتاعته، عندي التراك، عندي برضو نفس الحكايه، الفيكال اي دي، عندي برايس، عندي الميك، عندي الموديل، عندي انجن ديسبليسمنت، بس عندي حاجات تانية، عندي الكاباسيتي، عندي الكاب تايب في الكار، عندي حاجات تانية الى اخره. فلما جينا بصينا، انا لما جيت عملت الاي ار بتاعتي العاديه، على فكره اغلبكم بيحبوا الجنراليزيشن لانه بيبدا يبني السيستم بتاعه كاي ار عادي، وبعدين يبدا يكتشف ان هو عنده حاجات مش يعني في تشابهات في التوصيف ما بين الايه الانتيتيز وما بين بعضها. في الحاله دي بنبدا نعمل، ناخد منهم نوع رئيسي، ناخد منهم نوع رئيسي. يعني انا لاحظ، ملاحظين ان انا عندي في التراك، في السيارات اللي هي الكبيره دي، عندي الكاباسيتي وعندي الكاب تايب، دول المختلفين صح، دول الحاجتين اللي هم ايه المختلفين، مش موجودين في الموتوسايكل مثلا. لكن انا عندي في الكار الاقي عندي الباسنجرز، عدد الركاب او عدد المسافرين او كده، عدد الركاب تمام. فده كله اختلافات. طب الموتوسايكل تقريبا ما فيش اختلافات تقريبا، يعني ما فيش ايه، ما فيش اختلافات يعني. طيب ماشي، ده كده بالنسبه للايه للفكره. فابدا استخلص الحاجات العامه عشان ابدا اشتغل عليها. ف هعمل ايه؟ ادي الرسمه القديمه، هبدا اجمع الحاجات كلها المشتركه في حاجه اسمها فيكل ماشي. فجمعت، ممكن على فكره يكون ده كان موتوسايكل اي دي، وده كان ممكن يبقى تراك اي دي، وده كان يبقى كار اي دي، مش مهم ان هم يكونوا كانوا اصلا مختلفين في المسميات، بس هم كلهم كانوا الاي دي وخلصنا. فانا جمعتهم ايه، قلنا خلاص نركب الفيكل اي دي هنا، البرايس ده شيرد بينهم كلهم فمش مشكله احط البرايس. عندي الفيكل نيم هي عباره عن ميك وموديل، موديل وميك يعني سنه الصنع والموديل بتاعها، فمشتركه في كله، مشتركه في كله فقمت مجمعها. والانجن ديسبليسمنت برضو نفس الكلام اللي هو الخاصه بالمحرك تمام، فقمت برضو عاملها ايه، عاملها في حاجه اسمها فيكل. والفيكل هنا بالنسبه لي بقت الايه، الحاجه العامه ماشي، بقت ايه الحاجه الجنرال، الحاجه العامه. والحاجه العامه دي هي دي اللي انا هجمع عليها الحاجات، وبعد كده اشوف ايه الانواع المتخصصه. لقيت ان الكار فيه الباسنجرز بس، فقمت عامل كار وقمت عامل باسنجرز تمام. التراك لقيت فيها الكباسيتي والكاب تايب، فقمت حاطط لها الكباسيتي والكاب تايب وخلاص حطيناه منهم، والكار الباسنجرز بقت هنا. والموتوسايكل راح فين؟ اختفى، لان كل اللي احنا عايزينه فيه كان جنرال اصلا، كل اللي احنا كنا عايزينه فيه كان جنرال اصلا تمام. لكن احنا وجدنا نوع جديد، نوع اكثر عموميه، نوع اكثر جنرال اكتر، اسمه فيكل اللي هي مركبه ما، وبدات ايه اتعامل معاها بالشكل اللي احنا شايفينه ده.
السؤال بتاع زماننا بيقول، عشان الناس اللي ما سمعتش كويس، بنتكلم بنقول ايه؟ بنقول هل من الممكن ان احنا نعمل حاجه اسمها الفيكل تايب، تمام، عشان اقدر اقول ده موتوسيكل ولا ده تراك ولا ده كار. ده هناخده ان شاء الله موجود، لكن مش لكن على نفس المنظر اللي احنا فيه ده، يعني على نفس الاسلوب ده. انا هتكلم كمان شويه عليه وهقول انه لازم يتحدد، بس على نفس الفكره دي، مش على القديم بقى ان انا اقوم جاي جايبهم في تيبل واحد ومعامل كولوم اسمه الفيكال تايب. وليه بقى؟ لان طبعا طبقا للريليشن داتابيز هيبقى عندي، لو انا بسجل بيانات موتوسايكل هيبقى عندي هيجي الباسنجرز هيجي وما فيش، والكاب تايب هيجي ما فيش، والكباسيتي هتيجي ما فيش، يعني هيبقى عندي 3 كولومز نل، صح؟ والكار هيجي عند الباسنجر فيها، وهلاقي ان الكاب تايب والكباسيتي نل، ولما اجي احط تراك هيبقى هيبقى الباسنجرز نل، دايما هيبقى في نل. فاهم ازاي؟ ولو ولو الاتريبيوتس اكتر من كده هتبقى العمليه بتاعت النل هتبقى كبيره، صح ولا لا؟ لو الاتريبيوتس كتير مختلفه. فعشان كده انت هتمشي بالاسلوب ده زي ما هو، وهوريك احنا بنحدد التايب ازاي، تمام؟ يبقى اول طريقه انا استخرج من الاي ار العاديه بتاعتي اوصلها لاي اي ار، ان انا اعمل جنراليزيشن، ان انا اشوف الحاجات المشتركه، خلاص، الشيرد اتريبيوتس بتوين سام انتيتيز 2 3 4 انا وظروفي، خلاص، وابدا احطها في جنرال ايه؟ في جنرال او سب تايب، سوبر تايب او جنرال تايب، وابدا اركب الايه؟ الانواع التفصيليه تحت كسب تايبز للسوبر تايب اللي احنا عملناه، تمام؟ ده اول نوع، مفهوم؟